أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحويل مستفيدي البطاقة التموينية لجمعية جليب الشيوخ التعاونية إلى فرعي تموين جمعية صباح الناصر التعاونية وتحويل المستفيدين من نفس البطاقة في جمعية رحاب إلى فرع تموين جمعية إشبيلية، وقالت التجارة إن التحويل في كل من الجمعيتين سيتم اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك لحين سداد جمعية جليب الشيوخ مستحقات وزارة المالية للعام المالي 2018 2019 موضحة أنه تم تحويل التموين من جمعية رحاب لمخالفتها شروط التخزين والسلامة والنظافة